طيب هنروح بعد كده لخبر مهم جدا. يمكن احنا كنا اتكلمنا عن بطولة العالم او كأس العالم للقوى البدنية واللي كانت بتتلعب في شرم الشيخ. كنا قلنا الخبر ده الحلقة اللي فاتت وكان في بعض التساؤلات. لعبة دي صور القوى البدنية هي مزيج من رفع الأثقال يعني على بعض الألعاب، ومصر الحقيقة خطت خطواتها في هذه اللعبة، ويمكن أفضل دولة في العالم كانت روسيا، واللعبة دي برضو بتنتشر انتشار كبير. يمكن مصر تتوج بكأس العالم للقوى البدنية وتحطم 28 رقما عالميا في خبر هو الأبرز معانا هذا الأسبوع. منتخبنا الوطني الأول للقوى البدنية فاز بلقب بطولة كأس العالم واللي اتلعبت في الفترة من 3 لحد 9 فبراير اللي احنا فيه في مدينة شرم الشيخ، والصور اللي حضراتكم شايفينها دي من قلب البطولة. منتخبنا حقق البطولة دي بعد ما حققنا 235 ميدالية متنوعة بواقع 78 ذهب و80 فضة و77 برونز في 115 مسابقة لجميع الفئات العمرية. وقدر لعيبة منتخبنا الوطني انهم يحطموا 28 رقم عالمي كانوا اتسجلوا قبل كده. منتخبنا تصدر الترتيب وجي بعد روسيا وجي بعده روسيا وايطاليا في المركزين الثاني والثالث. روسيا اللي كانت بطل عالم في هذه اللعبه، مصر الحقيقه بقت افضل النهارده في بطوله العالم وكاس العالم ده. واشاد اغلب الوفود المشاركه في البطوله بالتنظيم وحسن الضيافه وكمان بقوه المنافسه في البطوله دي. وبفكركم البطوله دي اتلعبت السنه اللي فاتت في نسختها اللي فاتت في الغردقه. فالنهارده زي ما قلت لحضراتكم البطوله دي يعني زي ما بيقولوا ضربت عصفورين بحجر واحد، وهو نجاح فني ونجاح اداري. انت راجل النهارده بطل عالم، ونجاح اداري في التنظيم، ونجاح للدعايه في مصر سياحيا في احد المدن الشاطئيه الكبيره مدينه شرم الشيخ. واكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري انه اخذ وعد من رئيس الاتحاد الدولي على منح مصر شرف استضافه البطوله السنه الثالثه على التوالي. كنا لسه بنقول اهو السنتين اللي فاتت شرم الشيخ غردقه وشرم الشيخ، والسنه الثالثه اللي جايه هتكون في مصر باذن الله بوعد من رئيس الاتحاد للواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري. وقال انه هيسعى انها تتلعب تحت سفح الاهرامات. يا عيني يا عيني، يبقى كده فنها زي ما بيقولوا سياحه شاطئيه ونجاح كبير، وفي نفس الوقت السياحه التاريخيه طبعا مش هتكون افضل من انها تبقى تحت سفح الاهرامات. وعشان نعرف اكتر عن البطوله دي واللي فاتت واللي ان شاء الله ممكن نستضيفها او باذن الله في طريقنا ان احنا نستضيفها للموسم الثالث على التوالي، لازم يكون معانا اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنيه. اهلا بيك سياده اللواء. مساء الخير يا كابتن هيثم، كل سنه وسعادتك طيب وكل المشاهدين بخير بمناسبه اول شعبان. كل سنه وحضرتك طيب، والف مليون مبروك هذا الانجاز الكبير. زي ما انا قلت انجاز تنظيمي، نجاح البطوله تنظيميا في مشاركه عدد كبير جدا من اللاعبين والدول اللي شاركت لتاني مره في الغردقه في شرم الشيخ بعد الغردقه، ونجاح فني بعد اداري، وكمان نجاح ان انت تتكلم مع رئيس الاتحاد ان انت تستضيفها للسنه الثالثه على التوالي الموسم الجاي. كلمنا عن البطوله، وهل انت كنت متوقع هذا النجاح يا كابتن؟ الحمد لله رب العالمين. يعني اول حاجه انا بشكر حضرتك طبعا على التهنئه دي، والحمد لله رب العالمين بذل مجهود كبير قوي في اننا اخذنا البطوله في اول سنه اللي هي كانت قيمه الغردقه في مارس 23، والحمد لله وافق الاتحاد الدولي وجم الناس هنا، وكانت بطوله قويه والتنظيم عجبهم جدا فاسندوا لينا المره الثانيه. عملناها في شرم الشيخ علشان برضو نوري العالم كله الاماكن الجميله لبلدنا، وهم حابين قوي ده، لان يعني انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن هيثم يمكن لاول مره احنا بنسافر بطولات عالم، كل الناس بتتكلم على التنظيم فقط لا غير ونجاح البطوله وقوتها. المره دي كان مقرون هذا الكلام بمدينه شرم الشيخ، يعني كانوا دايما يقولوا مدينة السلام، كانوا دايما يقولوا البطولة جميلة وقوية، والمدينة اللي احنا فيها مدينة جميلة جدا جدا. أسعدني طبعا إن رئيس الاتحاد الدولي كلمني وأشار إن هو برضو موافق على إن هو يدينا البطولة للسنة الثالثة بإذن الله، وقلت له إن احنا هنعملها بإذن الله في سفح الهرم. برضو بلدنا فيها أماكن كتير جميلة، لسه اللي جاي إن شاء الله يكون أحسن بإذن الله. لا ده احنا عايزين كده يعني 100 نسخة تتنظم في مصر لو احنا إن شاء الله. احنا عندنا الحقيقه يعني اماكن، ده احنا ممكن نروح كمان في الاقصر، ممكن نروح اسوان. بالضبط بالضبط. عندك العاصمه الاداريه اماكن كتير صحيح تستحق مشاهده العالم كله. يعني صحيح، واحنا بنحيي حضرتك، لانه انا دايما بقول يا سياده اللواء انه ما يكفينيش بس النجاح الاداري كتنظيم بطوله، يعني يمكن احنا عايزين ننتقل من ده ان بعد كده انظم بطوله عندي يبقى نافس عليها حتى لو كاس عالم. فالنهارده انا مش ما يكفينيش بس ان انا ابقى انجح اداريا في التنظيم، ولكن لازم انجح بالضبط. فنيا، وده اللي انت حققته اداريا وفنيا للسنه. المكسب الكبير كان في البطوله دي يا كابتن هيثم ان احنا كاتحاد برضه ميزانيته محدوده بنسافر بطولات العالم كل سنه، ولكن بست لعيبه فقط. لما بدانا يبقى عندنا كاس عالم في مصر
انا بسمح وبتيح فرصه كبيره قوي للاعبين المصريين اللي هم مش هيسافروا او كانوا بيسافروا على حسابهم وتكلفه السفر زي ما حضرتك عارف مكلفه جدا الايام دي، ان هو بيلعب في بلده. ودي كانت حاجه برضو يعني ورتنا ان احنا عندنا خامات كتير جدا وابطال كتير جدا واللعبه شعبيه في مصر جدا، واخد بال حضرتك، ظهروا باشتراكهم في هذه البطوله. يعني مصر شاركت بحوالي مثلا 250 لاعب مصري في البطوله، ما شاء الله، واخد بال حضرتك، ده رقم استحاله طبعا ان احنا نقدر نسافر بيه، وحتى لو على نفقه اللاعب الخاصه برضه هتبقى صعبه قوي. طب كابتن، يمكن يعني لازم اسالك، كم لاعب او كم دوله شاركوا في كاس العالم اللي كان في نسخته الاخيره دي في شرم الشيخ؟ 22 دوله بس، فيهم يعني دوله ما جاتش، في دوله واحده اعتذرت، يعني 21. يعني احنا بنتكلم في عدد كبير، منافسه مش بقى 3 4 دول بتشارك، لا 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 21 دوله. طبعا طبعا. طب سياده اللواء، حضرتك النهارده عندك بطوله الالعاب الافريقيه اللي هتكون في غانا ان شاء الله. ايه ابرز الاستعدادات اللي هتكون، يعني طبعا انت هتشارك بعدد كبير من اللاعبين، ودي اضافه قويه النهارده ان شاء الله، ممكن نجيب ذهب او ميداليات ذهب كثيره للبعثه المصريه. استعداداتك ايه، خاصه حضرتك رايح انت رئيس اتحادين، رئيس اتحاد القوى البدنيه ومصارعه الذراعين، فالنهارده تمام. انت رايح البطوله دي بهيفي وزن تقيل للبعثه المصريه. تمام يا فندم، احنا ان شاء الله مشاركين بثمان لاعبين رجال واثنين سيدات، يعني 10 اجمالي البعثه بتاعتنا، 10 ان شاء الله، 10 لاعبين يعني. طبعا زي ما حضرتك اشرت، هي في مصارعه الذراعين وليست في القوى البدنيه، بطوله شرم الشيخ دي كانت قوى بدنيه. نعم. البطوله بتاعت دوله الالعاب ان شاء الله مصر هتشارك فيها بمصارعه الذراعين. باذن الله، وانا تعهدت لكل المسؤولين في اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه ان ال 10 لاعبين هم بيلعبوا شمال ويمين، هنجيب 20 ميداليه ذهب باذن الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. الفضه مرفوض ان شاء الله. طب يعني اكيد ده حاجه تسعدنا جدا ان رئيس الاتحاد بيتكلم وعنده ثقه في اللي هو عامله وثقه في لعيبته، ان النهارده انا هجيب ميداليات في بطوله الالعاب الافريقيه اللي جايه باذن الله للدوله المصريه، يوم ما تجلي منك ميداليه او اتنين، بس انت حققت على الاقل 8 ميداليات او 10 ميداليات، فده رقم كبير. بس اللي عايز اقوله النهارده، هل ممكن في يوم من الايام، وحضرتك رئيس الاتحاد واكيد قريب من صناع القرار في الاتحاد الدولي، هل ممكن في مره او في سنه من السنين او دوره اولمبيه نلاقي القوى البدنيه بقت لعب اولمبيه في يوم من الايام، خاصه ان خلاص احنا بنشارك في الالعاب الافريقيه؟ هو بالفعل ده ان شاء الله هيبقى موجود قريب، لانها لعبه رقميه التحكيم فيها عادل جدا، فاعتقد انها تبقى زي رفع الاثقال باذن الله قريب قوي. يعني اللي برضه هتسبقها بسنه او بخطوه في هذا المجال مصارعه الذراعين. برافو، يعني دي حاجه تسعدنا، واكيد واحنا الحمد لله متفوقين في الاثنين، ففي الحالتين مشاركتنا اولمبيا هتبقى مكسب كبير جدا لمصر. سيادة اللواء بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لك كل التوفيق. اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنية وأيضا رئيس الاتحاد المصري لمصارعة الذراعين، كان معنا عبر الهاتف. وزي ما شفت حضراتكم، يعني القوى البدنية دي لعبة مش محتاجة إمكانيات كتيرة، وبتلعبها على بالمناسبة أعمار سنية مختلفة، ممكن تكون إكس رفع أثقال، ممكن تكون وتلعب رجال وسيدات، وزي ما انتم شايفين مش محتاجه امكانيات، انت محتاج صاله مجهزه، وعيش يا باشا بقى مع نفسك 7-8 ساعات تمرين، وده اللي بيحبه طبيعه. بص احنا عندنا الشاب لما بيلاقي وقت فاضي بيروح جيم، هو احنا دي ثقافتنا، ان احنا عندنا لعبه الحديد دي في دمنا. يمكن في الالعاب الثانيه ممكن او في الدول الثانيه ممكن تلاقي بعض الالعاب واحد يقول لك ايروبكس، يجري، يركب عجل، انما هنا في مصر الشباب بيحب رفع الاثقال، حتى الولاد والبنات بيحب شكل البار، ودي لعبه متوفره حتى في الاقاليم. فالقوى البدنيه بندعو كل الشباب والشابات انه يمارسوها، خاصه ان عندنا منتخب قوي هو بطل العالم، عندنا كمان مشاركه في الالعاب الافريقيه، وزي ما انتم سمعتوا من سياده اللواء محمود ان برضو بنقرب، سواء مصارعه الذراعين او القوى البدنيه، بنقرب من المشاركه الاولمبيه باذن الله. كل التوفيق اكيد طبعا لمنتخباتنا في الفتره القادمه.